مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائي طلاب صف 8-3، إن شاء الله بإذن الله تعالى النهاردة معنا مشهد تمثيل للمسح على الخفين، درس المسح على الخفين. الدرس المسح على الخفين ليه يا أبنائي؟ النهاردة هنتعلم كيفية المسح على الخفين وكيفية المسح على الجورب وكيفية المسح على الجبين. ثلاث أشياء. فين أدي أول شيء؟ الجورب. خلينا كده الجورب. الخفين. تعال هنا شوية كده صج. ارفع كده. أيوة. وادي الجبين. كيف النهاردة لو واحد هيتوضأ كيف هيمسح على الخفين وكيف هيمسح على الجبين؟ أول شيء. لو إن هنا شو اسمك؟ علي. يا علي. كيف تمسح على الجورب؟ بالميل يد المية اليمنى على اليمين. شيء صغير من المية. وكيف نمسح؟ جميل. كيف تاني كده؟ ارفع العرض مع عرض زمايلك. بيمد ايده هكذا يا ابنائي ويمسح على الجورب. وكده كأنه طوال. اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على القدم اليسرى. أما كيفية المسح على الخفين. معانا الطالب قصي، كيف هتمسح بيدك على الايه؟ الخفين. أحسن. لماذا لا نمسح على بطن الخفين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الظهر فقط. ومعنى هنا البطل غيث المصاب. وهيرفع الجبيرة. ارفع يا رجلك. الجبيرة. غيث رجله يا شباب بها جبيرة ومحتاج ان هو يتوضأ. كيف يتوضأ؟ فغيث هيغسل القطعة اللي هي ظاهرة من رجله كده والباقي يمسح على باقي الايه؟ الجبيرة. كيف تعمل يا غيث؟ شوف يا شباب. هيغسل ما ظهر من قدمه ثم بعد ذلك يمسح الباقي. تفضل يا غيث. ها ايوه. والباقي كيف تمسح عليه؟ على كل الجبيرة. على كلها. وهكذا نمسح على الجبيرة. الفرق بين يا ابنائي المسح على الجبيرة والمسح على الخفين، المسح على الخفين على ظهر الخفين فقط، اما الجبيرة بنمسح عليها كلها على الحتة الايه؟ مجرد المسح كده فقط. لو ان غيث ما يقدر يمسح بالميه الا ان هو يتيمم. اتفقنا يا ابني؟ مجمع الاندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهويه وطنيه وقيم اسلاميه.